اي يا ولد عمي، خبر صحيح ولا لا؟ الخبر صحيح، تسالات الحفله من 10 ديال الليل. ايه نقصوا ديال التلفازه، ما تغوتش اذا عندك شي وليد كيتعطل في النعاس وكيعجبو يلعب ويغوت وداكشي، غير ربطو ربطو ولد عمي. ما عندك ما دير، هاد الشي اللي عطى الله. قال لك التلوث السمعي، اي كونتاميناسيون اكوستيكا ولد عمي، هاد الشي جديد اخر ما كاين. هاد الشي غادي يطبق الخميس الجاي. سمع الخبر. La normativa es más amplia y se extiende a los hogares particulares. No se podrá, por ejemplo, hablar en voz muy alta a partir de las 10 de la noche, Isabel Goyanes. Sí, mucho menos armar jaleo ni poner la música ni la tele demasiado altas a mucho volumen. Tampoco habrá repique de campanas nocturno de 10 de la noche a 8 de la mañana. Y es que el jueves se va a aprobar aquí una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Valencia consensuada por los vecinos contra la contaminación acústica. No hay que olvidar que el descanso es sagrado y se tiene que respetar. Mis vecinos están haciendo mucho ruido. Tienen la música muy fuerte. Es más tarde de las 11 de la noche. Esto no es deseable y se tiene que acabar. Desde las 10 de la noche, adiós a los ladridos, o al menos hay que evitarlos. Tocar algún instrumento también complicado, por muy bien que suene el piano. Se va a tener todo en cuenta que a partir de las 10 de la noche, pues no se va a poder tocar el piano. El aspirador tampoco, ni electrodomésticos que hagan ruido. Ojo con los vecinos de abajo. Y por supuesto, nada de taladro. Ni música ni teles muy altas. Hay que respetar el bendito descanso. Si no podemos descansar, mal vamos a llevar el día. Me he cambiado hace 2 años de casa porque llevaba 15 años viviendo una situación insoportable por culpa de una vecina. Y hay que cumplirlo. Yo hasta ahí estoy de acuerdo. Ni hagas ruido ni que te lo hagan. No tengo ningún problema con las campanas ni nada de eso. Tampoco hay que ser tan... tan... Y el repique de campanas de 8 de la mañana a 10 de la noche, salvo en mi calet. Así que evitemos males mayores y cumplamos la ordenanza. تحرك شي ماريه ولا شي كاما ولا شي كرسي، نو. لابادورا وطالوكوات الكترودوميستيكوس، نو. 10 ديال الليل اذا بلي بشي جيتار ولا بشي بيانو، بلي نو. 10 ديال الليل نو. تمشي ترقد، تمشي تنعس. اي الناس قال لك الاخوان اللي مكافحه التلوث السمعي، حنا كنا كنسمعوا غير على التلوث البيئي ولا ما شنو السيارات وهادي ثيودوس ما شنو. ها تخرويض اي تخرويض تخرويض، راه سمعتوا القضيه ديال السيارات دي كومبوستيون، ها لي صاوس والمازوت. ابتداء من سنه 2035 غادي تمشي على رجليك ولد عمي، ولا تقلب على شي سياره ديال الكتريك ديال الضو. وقول لي انت راه ولكن هذاك الخبر احكام، هذا الخبر الاخوان باللي ابتداء من سنه 2035 ما غاديش يبقاو يفابريكيو ويصنعوا السيارات ديال المازوت وليسانس، راه ماشي صحيح. اي حنا البوفريين ما نقدروش نشريوهم، ولكن اولاد عمامي خصكم تعرفوا واحد الحاجه باش تعرفوا بلي كاين مخطط، والله لا كاينه مؤامره هنا، كاينه شي حاجه اولاد عمامي، كاينه شي حاجه. قالوا لك الفيراري ولامبورجيني هادوك يقدروا يصنعوا، ولكن شكون اللي كيشري هادوك الفيراريات ولامبورجينيات؟ الناس ديال الفليسات. هما هما يقدروا يمشيو بالسيارات ديال ليسانس، ولكن انت البوبرينو انت مشي في التران على رجليك، امشي على البيكالا. ودابا كنسمعوا هذا الخبر. المهم مؤخرا راه كنسمعوا بزاف ديال الاخبار ولاد عمامي، غير الله يحفظ وصافي، غير الله يحفظ. ما نعرف فين باغيين يوصلوا هاد الناس. هادشي اللي عطا الله، هادشي مزيان، هاد الخبر اللي غادي نشاركو معكم مزيان. اي خصنا نحترمو الناس، الجيران، كاين الناس اللي مريضه، كاين الناس اللي كبيره كيعجبهم، كاين الناس اللي خدامه وكتنوض بكري، اي خصنا نحترموهم. ولكن اولد عندي ابتداء من 12 ديال الليل، ماشي من 10 ديال الليل، ورا 10 ديال الليل راه شي مره عاد كنكونوا عاد ما تعشيناش كاع. وتخيلوا معايا
يجيو عندك نقول يتعشاو معاك شي حد من العائله ولا شي حاجه، كاين الدراري وطالق والوليدات كيلعبوا كيغوتوا، اه واش حنا غادي نتعشاو في 8 ولا في 6 ديال العشيه باش ملي توصل 10 ديال الليل كل واحد يشوف برا نقولوا الطريق ديالو؟ نو، واش نديرو؟ اللي عنده الوليدات ما كينعسوش بكري شنو يدير؟ يربطهم. طناش ديال الليل اه انا فاهم، طناش ديال الليل مزيان، ولكن العشرة نو، العشرة ولد عمي فين غادي؟ فين غادي؟ ودابا بنادم في الدار ديالو غادي يحيا، نقولو واحد في الدار ديالو ما يقدر يدير والو، كيحرموك دابا من كلشي حتى في داخل الدار ديالك. المهم الخبر كيتعلق بالنسيا، بالنسيا ماشي اسبانيا كامله، هادشي بالنسيا ولد عمامي. اي قال لك لمحاربات ولا الاخوان نقولوا كونتاميناسيون اكوستيك، هنا كيف كتشوفوا معايا اون اوردينانسا امبيدي موسيكا اي تيلي التاس غريتوس او لادريدوس الاخوان دي بيرو هاي حتى بيروس بور لا نوتشي ان فالنسيا، اون اوردينانسا امبيدي موسيكا لا تلفاز الاخوان الصوت طالع نو غريتوس الغوات او ولاد عمامي هكا نو نو. انتوما راه عارفين راه عندهم هاد الحيوطه اللي عندهم هنا في اوروبا راه تقول مصنوعين بالكارتون عاسين دي فينوس ولاد عمامي. كلشي كيتسمع، كلشي كيتسمع، اذا حركتي غير شي كرسي راه كلشي كيتسمع، تقول باللي راه صافي غادي داكشي غادي يهوت. يصاوبوا يخليونا نعيشوا، الله يرحم باباهم. هنا الاخوان كيف قلت لكم هادشي الاخوان غادي يطبق نهار 23 ولا غادي سي ابروفار الاخوان غادي يصدقوا عليه نهار 23 في فالنسيا. El 23 de febrero el Juan se aprobará en el pleno municipal para combatir la contaminación acústica. Vale Juan, na, cae la noche toca no hacer ruidos. كطيح الليل توكا ما دير صداع. غير كتنزل الليل خصك تسكت وتكمت. نيتان سيكيرا الاخوان ان الانتيريور دي لو سوغاريس. حتى داخل السكن ديالك. نو. La nueva normativa prohíbe utilizar herramientas electrodomésticos al Juan ruidosos en horarios nocturnos. Lavadora بلا ما تديرو على الاخوان، بلا ما تقلبوا لي على شي طلاضرو تبغيو ما نعرف تقبوا شي حيط ولا نو 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 ولاد عمامي نو، الله يرحم باباكم. بالي tampoco se podrá tocar ningún instrumento. اي اذا عندك شي جيتار ولا مولف نقولوا بالليل كتكون تما بوحدك طال نشط كضرب شويه ديال الجيتار ولا شي بيانو نو. ها الجيتار كيف قلت لكم ما الغوات غوات نو نو نو. اذا بغيتي تناقش مع شي واحد من الدار الاخوان بالنهار صبر ما عندك ما دير، هادشي اللي عطى الله، سينو غيعطوا لك البوليس ولا ما نعرف يعملوا لك شي مولطه. هنا الاخوان راه ما كيتكلموش على المولطاز، ما كيتكلموش على سميتو، ولكن انتم راه عارفين ملي بقاو يعيطوا للبوليس راه مرة الأولى الثانية الثالثة راه غيهودو عليك. لا نويفا نورماتيفا إن البلينو ديال 23 دي فيبرو الإخوان سي أبروفارا التكستو كي ريكوجي موتشاس دي لاس ديماندا رياليزاداس بور لو سيودادانوس فالنسيانوس. هادشي راه طالبو بيه المواطنين اللي عايشين في فالنسيا. هنا التراسلادو الإخوان دين سيريس ما تقدرش حتى مثلا الإخوان غير تجر شي حاجة ولا تبدل شي ماريو بلاصه ولا شي ناموسيه تحركها ولا شي كرسي نو 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 نو. الى راستر المويبلس ريباراسيونيس الاخوان ريفورماس او لوس لادريدوس انكونترولادوس دي لوس بيروس. او اللي عنده شي جرو حاشاكم شي كلب مخصوش نو. Se consideran actividades no tolerables. Ahí, vale, muy bien, sí. يقدروا يديرونجيو الناس، كاين الناس كيف قلنا لكم مرات، كاين الناس اللي مساكن ما نعرف عصبيين كطلع لهم الطنسيو، الناس كبار، الله يحسن العون، أيه مزيان، بالي. يساليهم عاد الكلاب حاشاكم، ما يبقاوش يطلعوهم، ما يبقاوش يديروهم في الديور ديالهم، حتى شي مرة حتى حنا راه كيديرونجيونا، ولكن شنو نديرو؟
comportamientos animales especiales, especialmente gravosos si se producen reiteradamente a partir de las 10 de la noche. En la playa tampoco se podrá escuchar música al alta de la batata, كيف قلت لكم الاخوان حتى في سميتو حتى في البلاي في البحر هذيك القضيه ديال الموسيقى الدراري كيتجمعوا تما حتى داكشي لا حتى لاس كامباناس حتى لاس كامباناس الاخوان كيفاش نقول كامباناس بالعربيه كامبانا كيفاش نقولوا ليها الجرس هذاك الجرس اللي عندهم في الكنيسات اللي مرة كتسمع طن 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 كل ساعه ولا كل ربع ساعه ولا كل ما عارف حتى هذاك راه غادي يوقفوا بالي هادشي الاخوان كيف قلت لكم هنا من الحد الخميس من 10 حتى 8 ديال الصباح الجمعه السبت والايام الاخوان اللي كنصبحوا بهم نقول كنصبحوا اي شي فيستا شي راحه نقولوا شي فيستيفال الاخوان من 10 حتى 9:30 ديال الصباح salvo las actividades estrictamente necesarias por motivos urgencia debidamente justificados se dispone اذا كاين شي عرس ولا كاين شي حفله ولا شي حاجه ديك الساعه يقدروا يصاوبوا معك ولكن طلب الاذان وتعلم بالوقت وتقول لهم علاش شنو غادي دير عاد ها انتم راه عارفين اذا عندكم شي اسبوعه شي حفله وداك الشيء ابتداء من 23 ولا من 23 قدام اذا عايشين في فالنسيا راه انتم راه سمعتوا الاخوان باش ما تفاجئوش نقولوا بالبوليس كيدقوا عليكم في البيبان حنا وصلنا لكم الخبر سمعتوا ليه ما كذبناش عليكم هذا الشيء اللي كاين وهذا الشيء غادي يطبق الاخوان كيف سمعتوا غادي يصدقوا عليه نهار 23 بالو ولاد عمامي غير نصبروا وصافي ولاد عمامي هذا الشيء اللي عطى الله كل نهار غادي نسمعوا شي خبر من هادو تحياتي لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.